أكيد كانت تكون المقابلة الأخيرة ضغط كبير على زوج جمعيات، فهمتني؟ خاصة معناها باش تكون في الملعب نتاعنا كان يكون الضغط كبير علينا احنا، جماهيرنا ما كانش نجم تسامحنا، طالبونا ديجا من بعد الخسارة نتاع نهار الأربعاء طالبونا باش ننهيو السيرية هذه في تونس لهنا. الحمد لله الأولاد كانوا في المستوى، كانوا حاضرين ذهنيا مركزين لاخر وقت، الشيء اللي خلاهم يطبقوا ويكونوا مأمنين لاخر لحظه في المقابله هذه باش نفصلوها اليوم. اكيد هو هذا الهدف العام، معناها كي نشوفوا مستوى نتاع كره السله كيما هكا شيء يشرف كره السله التونسيه. الحمد لله يا ربي اللي زوز فرق متوا ظهر للجماهير اللي تفرجت، عاشوا برشا سسبانس، وهذه هي الغايه، هو تعريف باللعبة. وتقعد كرة السلة ديما لعبة معناها نتاع سسبانس لآخر لحظة. الزوج جمعيات ساهموا في الدور هذا، نشكر النادي الافريقي زاد على المجهود اللي قاموا به، نشكر اللاعبين فهمني، وإن شاء الله ديما الحظ ديما إن شاء الله ديما معانا، وإن شاء الله يوفقنا ربي باش نكملوا السيزون هذه ونفرحوا الجماهير نتاعنا بالثنائي. أكيد صفحة البطولة تتطوي اليوم، عندنا مقابلة نهائي كأس، الناس كل الطالب بالثنائي السنة، دونك باش نحاولوا نسعوا باش نحققوا الهدف هذايا للجماهير نتاعنا ونفرحوها ان شاء الله.